يضرب الزلزال الكبير بتداعياته المؤلمة على كل مناحي الحياة لدى المتضررين من الكارثة. وقد أججت مشاهد الصدمة والرعب التي تناقلتها الشاشات والمنصات الرقمية للحظة وقوع الزلزال وأثاره المخاوف لدى كثيرين من تكرار الكارثة في المكان ذاته أو في مكان آخر، خصوصا بأن الزلازل حتى الآن كارثة طبيعية يصعب التنبؤ بها. إذ تعيد كارثة الزلزال الكبير العديد من التساؤلات القديمة الجديدة بشأن كيفية حدوث الزلازل ولماذا يصعب التنبؤ بها بشكل دقيق حتى الآن. ينضم إلينا من نيويورك عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز. مساء الخير دكتور فاروق الباز، أهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بك دكتور فاروق، نود أن نستفيد من خبرتك الطويلة في فهم هذه الظواهر الطبيعية المتعلقة بالزلازل، ونسألك لماذا نفتقد القدرة على التنبؤ بالزلازل كما يحدث في أحوال الطقس أو مثلا المذنبات؟ نعم، لأن يعني سبب الزلازل عميق جدا داخل القشرة الأرضية. الأرض اللي احنا عايشين فوقها دي ليست صلبة، هي كتل موجودة فوق طبقة لزجة، والكتل دي يعني بعمق يبقى آلاف الكيلومترات. معنى ذلك إنها في كتل اللي احنا عايشين فيها دي فوقها، هي يعني القارات كلها موجودة فوق طبقة لزجة. بعض الوقت تتحرك هذه الكتل، ونتيجة لهذه الحركة تحصل الزلازل على المناطق التي حصلت فيها الحركة. للأسف الشديد. طيب القشرة الأرضية نفهم بأنها تتحرك على الدوام، لماذا بعض الصفائح التي تتحرك لا تؤدي في نهاية المطاف إلى زلازل، وأخرى تتسبب في زلزال كبير مثل الذي رأيناه في تركيا وسوريا؟ سؤال وجيه للغاية، لأن بعض هذه الكتل لا تلتصق بكتل أخرى. أما شبه الجزيرة العربية نفسها فهي كتلة وحدها، يعني شبه الجزيرة العربية بحالها هي كتلة موجودة ما بين أفريقيا وما بين آسيا. يعني في كتلة شمال أفريقيا بأكملها وكتلة شمال آسيا بأكملها، وبعدين في كتلة صغيرة فيما بينهما هي كتلة هي شبه الجزيرة العربية. وشبه الجزيرة العربية هذه تتحرك وخاصة في اتجاه الشمال الشرقي. ولذلك دكتور فاروق لا تؤدي بعض الهزات حتى إلى الشعور بها في هذه المنطقة التي تذكرها؟ نعم. هناك بعض الهزات صغيرة جدا، وهناك بعض الهزات يعني الهزات الصغيرة دي لأن الكتلة بتتحرك وليس أمامها الكثير من الضغط أو أشياء تحاول توقفها. أما في المنطقة اللي احنا بنتعامل معها حاليا فهناك صخور بتتحرك في اتجاه صخور أخرى وتهتز ويختل الأمر، اللي هي النقطة اللي هي في الشمال الغربي لشبه الجزيرة العربية، في آخر الشمال الغربي لشبه الجزيرة العربية في المنطقة دي. طيب جاذبية الأرض دكتور فاروق الباز يبدو بأنها تتغير مع دورانها حول الشمس، هل هذه الحركة في نهاية المطاف تحدث كما يصف البعض شدا وجذبا على منطقة ما من الأرض دون غيرها؟ لا، الشد والجذب دائم، الشد والجذب دائم جدا، لأن هناك جاذبية ما بين الأرض وما بين الشمس. الأم بتاعتنا هي الشمس، إحنا بنلف حوالين الشمس، فهناك شد وجذب دائم. القصة كلها إنه الشد والجذب ده دائم على منطقة على نقطة ما. إذا ما كانت هناك أشياء بتتحرك بالنسبة لهذه النقطة تحصل الهزات. تفضل دكتور. ولأن الكتلة الأرضية فيها شقوق وكتل، القشرة الأرضية كتل وفيها بينها شقوق، فممكن جدا أن طبقة منهم اللي بتتحرك مثلا نص سنتي في السنة ثلاثة سنتي في السنة، وبعدين تيجي على حتة كده تتحرك ثلاثة ونص سنتي فتهتز الحتة اللي هي ماشية فيها. طيب هل من إشارات دكتور فاروق تعطينا ربما إشارات على أنه زلزال ما سيحدث؟
للأسف الشديد من الناحية الجيولوجية لا. للأسف لأن اللي بيحصل إيه؟ بيحصل إن بعض الصخور بيحصل فيها ضغط، والضغط ده بيأثر على التركيب الكيميائي بتاعتها والشكل البلوري بتاعتها. لكن دي في العمق الكبير جدا، يعني أصل الزلزال اللي حصل عندنا ده يعني مثلا يكون مثلا 3.5 كيلو تحت سطح الأرض، ما نعرفش، لأن ما فيش حاجة بتحصر 3.5 كيلو داخل سطح الأرض. وعمق قشرة الأرض يقال بأنها تقريبا تصل إلى 70 كيلومتر، يعني هذا يجعل الموضوع صعب كثير. ووصلوا يمكن ل 12 كيلومتر فقط على مدار التاريخ، صحيح دكتور فاروق؟ صح جدا، لأنها كتل كلها صلبة عايمة فوق طبقة مايعة. معنى ذلك أنه العلماء بيجمعوا العلم الحقيقة حقيقة حاليا، وبيعرفوا مثلا أن شبه الجزيرة العربية دلوقتي على الأقل عارفين كويس جدا أن شبه الجزيرة العربية بتتحرك في اتجاه الشمال الشرقي. يعني الجزيرة بحالها بتتحرك في الشمال الشرقي، وده بيحصل بسنتي إلى سنتي ونص في كل سنة. والحركة دي هي اللي عملت جبال زغرس في إيران، لأن شبه الجزيرة العربية ضغطت على الحتة دي والجبال تكونت. معنى ذلك ان دي حركة دائمة، وهي ولما كانش في اي شيء يوقفها فهي ماشية. لكن في عندنا في الحتة المنطقة اللي حصل فيها الزلزال في صخرة بتتحرك بالنسبة لصخرة اخرى، يعني حجر كتلة بتتحرك بالنسبة لكتلة اخرى فتهتز الدنيا ويحصل ما حصل. طيب دكتور فاروق الباز، هناك من العلماء من يقول بان كوكب الأرض دخل مرحلة جديدة من الكوارث الطبيعية إن شئنا منذ الخريف الماضي، لا أتحدث فقط عن الزلازل، على كل أنواع الكوارث. هل تؤيد هذه النظرية التي تتحدث بأن كوكب الأرض دخل مرحلة جديدة في تكوينه؟ لا بالعكس، بالعكس، الأرض شافت أشياء كثيرة جدا قبل كده، وحصلت هزات ورهيبة جدا في الماضي. لكن احنا ماشيين في عصر حاليا عصر معقول بالنسبة لهزات الأرض والتغيرات اللي بتحصل على الأرض. لا أوافق على ذلك على الإطلاق. لا توافق. طيب مبدئيا كنت تذكر طبعا منطقة الجزيرة العربية بأنها كتلة واحدة، لذلك تحدث فيها هزات لا نشعر بها، هزات طفيفة. طيب إذا سألتك العكس، أكثر المناطق في العالم التي هي مؤهلة كما تراها من الناحية العلمية لتحرك هذه الصفائح التكتونية؟ بالنسبة لمنطقتنا، منتصف البحر الأحمر وجنوب غرب إيران، بالنسبة لمنطقتنا دي اللي بيحصل فيها حركة دائمة النهاردة. يعني الكتلة بتاع شبه الجزيرة العربية كده تتحرك كده على الشمال الشرقي على الدوام. معنى ذلك ان في حركة دائمة، البحر المتوسط البحر الأحمر بيتسع وبيحصل ضغط على جنوب غرب إيران، فدي حركة دائمة وشعرنا بها ام لا نشعر فهي مستمرة. طيب ماذا عن القارات الأخرى دكتور فاروق الباز؟ نعم، بالقارات الأخرى فيها كثير جدا من اللي بيحصل، وخاصة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية وغرب جنوب أفريقيا، جنوب أمريكا، فبيحصل فيها على نفس القصة، لأن دي بتتحرك غربا فبتخبط في المحيط أو المنطقة اللي فيها المياه المحيط، فيحصل كثير جدا من الهزات وفوالق وكسور وخلل زي ما بيحصل في كاليفورنيا أكثر مما بيحصل في البلاد العربية كلية وتماما، وكمان في جنوب نعم. هناك من يشير دكتور فاروق الباز بأن خروج بعض الغازات ومنها غاز الرادون يخرج أحيانا إلى سطح الأرض بسبب شقوق صغيرة في القشرة الأرضية، هذه أكثر إشارة على أن الزلزال قادم، هل تؤيد أيضا هذه النظرية؟ لا يقال، لا ما فيش، لا. لأن في أماكن أخرى بيحصل فيها زلزال بدون أي غازات على الإطلاق. يعني دي ليست مؤشر على الإطلاق، وإلا كان العلماء عرفوها من زمان. العلماء بيشتغلوا كويس جدا، بيحاولوا يعرفوا، احنا دلوقتي عارفين الضغط على الكتل دي شكله ايه، وعايزين يعرفوا ازاي يعني نتحاشى الزلزال اذا عرفنا هيحصل امتى ويحصل فين. لكن هناك اي اشاره او اي ما يكفي من العلم والمعرفه ان احنا نعرف قد ايه يحصل وبكام.
طيب هل يمكن أو ترى بأن البشرية في طريقها لاختراع ما كجهاز ما يمكن أن يلتقط أي حركة للقشرة الأرضية، مثل مثلا أمواج تسونامي أصبح يعني العالم يعرف حين تحدث هذه الموجات مسبقا؟ طبعا، والعلماء بتوع الزلازل والعلماء بتوع الأرض بيعملوا على الدوام بقياسات من الذروات الصناعية، كل الأقمار الصناعية اللي بتلف بتعمل قياسات، وبعدين الناس اللي بتعمل قياسات على الأرض والناس اللي بتقيس الضغط على الصخور في الأرض. فهناك أشياء كثيرة جدا من العلماء في الجيولوجيا والعلوم الأرض والكواكب وكل هذا بتشتغل كويس جدا، تجمع معلومات عشان يعرفوا كيف نتحاشى أو نتعلم أين تحصل الزلازل، اللي بيعرف يعني يجمع معلومات. وطيب يقال بأن تركيا انحرفت أمطارا إلى أوروبا، إلى القارة الأوروبية بهذا الزلزال، هل يمكن مشاهدة ذلك من الفضاء دكتور فاروق الباز؟ لا لا لا، ليس هناك أي أثر عمل الزلازل أو حركة الأرض على الغلاف الجوي. الغلاف الجوي له شغلته الوحيدة ولا يتأثر بما يحصل على الأرض على الإطلاق. طيب احنا نتحدث طبعا علميا، لكن يا دكتور على مر التاريخ خرج الكثير من العلماء وحتى من المنجمين للقول بأنهم امتلكوا طرق معرفة وقت الزلازل والتنبؤ بها. كيف تنظر إلى هذه الإمكانية لدى البعض بالتنبؤ بهذه الزلازل؟ يعني في منهم من صدق كلامه؟ لا نعلم، من الناحية العلمية لا نجاوب على هذا السؤال على الإطلاق. ربما كانت هناك أشياء بيحصل ربنا بيعملها، وممكن جدا الناس دي تشعر بشيء إحنا كلنا لا نشعر به، ربما هذا. لكن نحن من الناحية العلمية ليس هناك يعني تفسير لذلك على الإطلاق. ومن ومن الناحية العلمية دكتور، هل الحيوانات تشعر بالزلزال قبل قدومه كما يشاع؟ في بعض نعم، في بعض الحاجات في الطيور بتطير قبل كده، يعني لو كان في طير واقف على حتة الأرض يروح طاير وبعدين الزلزال يحصل. فلازم فنعرف إن الطير ده شعر بشكل ما بالهزة اللي في الأرض قبل ما الهزة توصل. يعني هناك أشياء كده بتحصل، بعض الحاجات الحيوانات يعني مثلا الثعابين بتبتعد عن المنطقه، الدود بيتنافر ويطلع. فهناك بعض الاشياء اللي بدون بالاخلاق مخلوقات الله بتشعر بها احنا قبل ما احنا نشعر بها. فلا نعلم في حقيقه الامر، ولكن العلماء حاليا بيحاولوا يعرفوا ازاي الحيوانات ولا الطيور ولا الاشياء كده بيعرفوا ازاي قبلها او في وقتها بالضبط. شكرا جزيلا دكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري من نيويورك، شكرا لقبولك دعوة الرادار في سكاي نيوز عربية. شكرا.